تندفع على بركة الله مهرات الثلاث سنوات مهرات الإنتاج في شوط مفتوح الدرجات منافسة الميل 1600 متر صلوحة ابنة النجم الثاقب بشعار الأبيض تبدأ السباق في متابعة من قبل نشاهد سيوف العز على ما يبدو وتعثر لأحد الخيالة في هذا الشوط نرجو له السلامة هنا نشاهد أيضا ذهانة ضمن الأسماء التي تحاول التصدر في هذه الأثناء همساتي ابنة تيليتكتس لمتعب حمد الرشيد الاسم الأعلى تصنيف في هذا الشوط وأعلى انتصارات تتمركز في المركز الخامس وهنا نشاهد إذن مشاهدين متابعين الكرام صلوحة إلى المركز الأول المركز الثاني لسيوف العز الواشلة في ثالث المراكز ومحاولات في المركز الرابع من قبل همساتي الأعلى تصنيفا في هذا الشوط فيما قرب إلى المركز الخامس ابنة فلاشي بول لا تحاول التقدم في هذه الأثناء قربة وتقليص الفارق تأتي بكل قوة إلى ثالث المراكز في متابعة من قبل صلوحة المنطلقة منذ البداية واستحثاثات نايف العنيزي القوية لها مع دخول المهرات إلى 400 متر الأخيرة هنا سيوف العز تبدأ إلى المركز الأول تحاول الانطلاق هل ستضيف الفوز الثالث في سجلها والثاني على التوالي قربة تندفع قربة قربة تندفع ابنة فلاشي بول لإسطبل السعادة توسع الفارق وتبتعد قربة المهرة الزرقاء البالغة من العمر 3 سنوات لإسطبل السعادة والبالغ تصنيفه 88 بكل قوة بطلة لخامس الأشواط إذن قربة لإسطبل السعادة تدريبات عبد العزيز الحزابي والقيادة عبد الله الفيروز تظفر بالفوز الثاني في سجلها من المشاركة الأولى لها في المصيف هذا العام ألف مبروك